أهلا بكم في قناة أنس أوفيس الإخبارية. انتشرت صورة جديدة للفنان المغربي سعد لامجرد على الإنستغرام، والتي ظهر خلالها سعيدا وهو يستمتع بوقته نهار رمضان وسط العاصمة الفرنسية باريس. وجاء نشر هذه الصورة قبل يوم من مثول الفتاة الفرنسية لورا دريولا التي تتهم النجم المغربي بمحاولة اغتصابها أمام الشرطة الفرنسية غدا الثلاثاء، وهو الأمر الذي يؤكد أن سعد لامجرد مرتاح جدا من التطورات الحاصلة في قضيته والتي قد تمكنه من الحصول على البراءة قريبا. وقد سبق وأن كشفت قناة أنس أوفيس أن لورا دريول ستمثل غدا الثلاثاء أمام الشرطة الفرنسية من أجل الاستماع لها بخصوص العثور على كميات كبيرة من المخدرات داخل سيارتها، وهي النقطة التي قد يستغلها المحامي الفرنسي موريتي في قضية الفتاة مع موكله لامجرد. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب فيسبوك وتويتر.